كثير من المهن والمجالات اللي المرأة فعلا لما دخلتها أثبتت فعالية فيها وأثبتت أيضا جدارتها. راح نتعرف على أبرزها مع شد. نعم شكرا لك وهاج. أكيد مثل ما ذكرت لكم زميلتي وهج، هناك مهن أساسية تبدع بها المرأة وتتألق فيها أكثر من الرجل، أولها مهنة التعليم. فالمعلمات الإناث يشكلن النسبة الأكبر ضمن الطاقم التعليمي في العديد من النظم التعليمية في مختلف البلدان. كما تبدع المرأة في حقل إدارة الموارد البشرية، وخاصة لمن لديها القدرة على مساعدة الآخرين وحل قضاياهم ومشاكلهم. تشغل المرأة أيضاً موقعاً مهماً في المجالات الطبية المختلفة، ويعود ذلك لأن ما تحتاجه هذه الوظائف بالتقديم رعاية، وهذا تجيده النساء بالفطرة. أيضاً التجميل وسر نجاحها في هذا المجال ليس فقط استخدام الريشة والمستحضرات، إنما بقدرتها على اكتشاف ما يليق بها. أما الطبخ، فنكهة الطعام الذي تعتمد الأمهات منزلياً تبقى الأفضل والأكثر تلبية لرغبات أفراد الأسرة وحفاظاً على صحتهم. Thank you.